العيش الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده العيش الصاج بتاعنا اللي احنا سويناه، وهنوريكم طبعا دلوقتي كل حاجة بالتفصيل الممل. ده الفرق اللي انا كنت بقول لكم عليه، ده العيش الصاج اللي احنا عملناه، نفس الطعم نفس الجودة نفس المقادير، لكن العيش الصاج ده أتخن، علشان زي ما قلت لكم بنبقى احنا حتى في الفلاحين اهلنا وحبايبنا بيعملوا كده، بيجيبوا هما بيبقى عندهم مخدة مدورة مخصوصة لكده، بيرشوها دقيق ويبتدوا يفردوا عليها العجينة، وبعد كده كمان الصاجة بتاعة الفرن الصاج بتكون كبيرة جدا، ويبتدوا يحطوا العيش ويبتدوا ياخدوا الأطراف كده إيه ينزلوها فتطلع رقيقة خالص. يلا بينا. المقادير بتاعة العيش الصاج: 2 كوب من الدقيق، 3/4 كوباية من اللبن الدافي، ممكن يبقى مية أو مية ولبن بودرة برضو ينفع، خميرة فورية، سكر، رشة ملح. عجينة بسيطة وسهلة وما فيهاش أي حاجة، وكل المكونات هحطها على بعضها، هحط هنا الدقيق على السكر والخميرة، هحط الملح على الزبادي، وهبتدي أنزل كل المقادير على بعضها وابتدي أعجن. مين معلش يا فهمي. حطينا هنا جماعة الدقيق، الزبادي، رشة الملح، السكر، الخميرة، هنزل عليهم باللبن أو بالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي أشغل وآخد العجينة اللي أنا أصلا فرداها وسايباها تريح. لازم 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 تتساب العجينة تخمر، وبعدين تتقطع وتتفرد، وبعدين تتساب تاني ترتاح مرتين. بسم الله. ابتدي بإيدي أفرد العيش. بعدين أقوم حطاه في الطاسة. أهو. وطول ما هو على النار لازم إيدي تبقى عليه علشان ما يطلعش البخار المية ويقب. أنا مش عايزاه عيش قابب، أنا عايزاه عيش صاج. أنا كنت فردته شوية زيادة، ف بصوا كده طول ما هو شغال كده عشان بس ايه ما يرتفعش، لانه فيه خميرة. طيب